مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام من ساعة تقريبا، وفي مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشيد بدور مصر في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وفي الأراضي المحتلة. وامبارح كنا بنذيع لحضراتكم لقطات من المظاهرات اللي كانت بتجوب شوارع غزة وهي بتشكر مصر لمساندتها للشعب الفلسطيني. كلمات الشكر، كلمات الإشادة، وإدراك كل الأطراف لأهمية وتأثير مصر، وإدراكها لقدرة مصر على تقديم حلول عادلة، كل ده يخليني أقف أمام الدور الدبلوماسي الحقيقي اللي مصر الدولة بتلعبه ولعبته باستمرار في كل الموضوعات والقضايا الإقليمية. هذا الدور اللي بيؤكد أن مصر هي المبتدأ والمنتهى، وأنها تفضل هي الدولة المحور، هتفضل اللاعب الرئيسي في محيطها القاري والإقليمي وفي الكثير من الموضوعات والقضايا الدولية. هي دي مصر اللي تغزل في عبقريتها وانبهر بإمكانياتها الكثير من الكبار، من هيرودوت ليوليوس قيصر لعمرو بن العاص لنجيب محفوظ، مش بس المصريين وحدهم اللي كانوا بيتغزلوا في المحروسة وفي ناسها وفي دورها، زعماء العالم كلهم عندهم قصص عشق وحب لمصر. أكبر دليل، خلينا نفتكر مع بعض جزء من كلام كبير وكتير قاله الله يرحمه مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله عن مصر. نسمع جزء من كلمته. مصر هي أم العالم العربي كله، وخاصة اللي في الخليج، وهذا فضل من مصر ورجالها، ومصر ما قصرت بشيء. ونحن إذا عملنا شيء لمصر ما يجازي شخص من مواطن مصر، مجتمعنا كله العربي. رحم الله الراحل الكبير الشيخ زايد. مصر بتاريخها وحضارتها وناسها تفضل كبيرة. يتمرد البعض أحيانا، يحاول البعض أن يخلق لنفسه مساحة وجود في أي فراغ، يحاول البعض أنه يشاغب، خلينا نتكلم بالبلد، يشاغب ينفخ في النار علشان ما ترجعش تقوم أنت كمصر بدورك. لكن هنا في مصر ستظل الحكمة، ستظل المساحة الكبيرة التي تحتوي الجميع. الموضوع مش بالسهولة دي. صحيح أن احنا مسنودين بتاريخ ومسنودين بحضارة فيهم ما يكفي، لكن في نفس الوقت أنت في قلب منطقة اتكتب عليها أنها تكون منطقة صراعات ونزاعات وأزمات منذ عشرات السنين. قدرت في لحظة تخيل البعض فيها أنك بتقع، لوك فجأة بتفرض سطوتك وبتقول كلمتك، حتى لو كان فرض الكلمة والسطوة بالصمت مش بالكلام. وده اللي بتعمله مصر وبتثبت بيه دايما أنه الكبير مهما واجه من تحديات، مهما واجه من مصاعب وعراقيل، بيفضل كبير في أفعاله وفي أقواله وحتى في سكوته. من أهم الأحداث على الساحة المحلية النهاردة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور وزير الخارجية السيد سامح شكري ورئيس المخابرات العامة السيد عباس كامل، إلى جانب السيد عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي قال إنه وزير الخارجية القطري نقل إلى السيد الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة العاصمة القطرية الدوحة، أيضا الإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
من ضمن يعني العبارات والجمل اللي جاءت في أو على لسان الضيف القطري أنه يثمن الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي. ده كلام وزير الخارجية القطري. السيد الرئيس أكد حرص مصر على تحقيق التعاون البناء ودعم التضامن العربي كمفهوم استراتيجي راسخ للسياسة المصرية في إطار من الاحترام المتبادل، المصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين. طبعا تطور كبير في العلاقات المصرية القطرية، ده نتاج لربما التغيرات التي حدثت في المنطقة في الشهور القليلة الماضية بعد قمة العلا. وزي ما قلنا في المقدمة، ستظل مكانة مصر راسخة حتى لو سكتت الدولة المصرية، وأحيانا صمت الدولة المصرية يعني ربما يكون أبلغ من أي كلام وأبلغ من أي معارك وأبلغ من أي مهاترات تقع فيها دول حديثة نسبيا ويقع فيها زعماء دول يعني بإدلائهم بتصريحات بهجومهم على مصر. في النهاية الكل يأتي إلى مصر لأن الكل يوقن في قرارة نفسه أولا، ويعترف بمكانة مصر وبتاريخ مصر وبالدور المحوري الذي تلعبه مصر في جميع القضايا وفي جميع الأزمات على مر التاريخ. من ضمن برضو الحاجات المتعلقة بزيارة وزير الخارجية القطري، في الكاتب والإعلامي القطري صالح غريب كتب النهاردة بيقول أو أدلى بتصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية بيقول فيها أن قطر ستدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، وأنه لن تتخلى عن مصر في معالجة أزمة سد النهضة، وستقدم مواقف تدعم فيها القاهرة لما لها من ثقل دولي ولمقدرتها في إنجاز مفاوضات سد النهضة. بالتالي قطر ستقف مع مصر والسودان في مواجهة الأخطار كافة. حوالين الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لمصر للمرة الأولى من 5 سنوات، صالح غريب كتب أو أدلى بتصريح يقول فيه إنه العلاقات المصرية القطرية الآن في تحسن مستمر، لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الطرفان. طيب يعني مش عارف كيف هو وقع هذه الزيارة على البعض من خصوم الدولة المصرية، وخصوم الدولة المصرية منهم مصريون ومنهم غير مصريين، يعني ربما الآن الحسابات تتبدل والكل يعيد حساباته بعدما أثبتت مصر أنها الرقم الصعب. يعني تابعنا في الأسابيع الماضية كيف كان التودد التركي إلى مصر، كيف أرسلت تركيا برسائل غزل وود إلى مصر، كيف جاء نائب وزير الخارجية التركي على رأس وفد التقى مع نظيره المصري في شهر رمضان الماضي. يعني تطورات عديدة لكن كلها تعكس الحقيقة التي تحدثنا عنها في المقدمة، أنه مصر ستظل الدولة المحورية في المنطقة، الدولة التي يحسب لها الجميع ألف حساب. من ضمن التطورات النهاردة اللي متعلقة بموضوع وأزمة سد النهضة، وزارة الخارجية الإثيوبية بتقول إنها تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية اللي بيقودها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وأثيوبيا قريبا من دون تحديد سقف
زمني. ده كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية. طبعا تلميحات يعني استمعنا إليها مرات ومرات من قبل، لكن هذه التلميحات تأتي وسط أنباء نقلتها رويترز، وأيضا جاءت على لسان أحد المسؤولين رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة مصطفى حسين الزبير، اللي قال إنه أثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني لسد النهضة. بمناسبة المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة حماة النيل اللي هتبدأ غدا إن شاء الله في السودان بين قوات مصرية وقوات سودانية، بيقول المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنه نتابع التطورات في السودان والتدريبات العسكرية مع مصر. من حق الدولتين إجراء تدريبات عسكرية، لدينا قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا ودرء أي عدوان خارجي. خلوني أروح للأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية من الخرطوم. أستاذ عثمان مساء الخير. مساء النور. سيدي، يعني فيما يتعلق بتصريح رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة السيد مصطفى حسين الزبير التي أكد فيها أن إثيوبيا بدأت فعليا الملء الثاني لسد النهضة، كيف تابعتم هذا التصريح؟ أستاذ عثمان، يبدو أن الصوت مش واصل لينا من عند الأستاذ عثمان مرغني، لكن يعني في ضمن هذه التصريحات اللي قالها المسؤول السوداني، قال أنه يحذر من تبعات الخطوة، لا سيما وأنه لم يتم التوصل بين إثيوبيا ودولتي المصب، يعني يقصد مصر والسودان، إلى اتفاق ملزم وقانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة. هو يشير إلى أنه إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني، وده يشكل أول مخالفة من المخالفات. هو توقع اكتمال الملء الثاني نهائيا في يوليو وأغسطس المقبلين، وقال انه في تحركات افريقيه وعربيه ودوليه لارسال رسائل بانه الملء الثاني بدا فعلا من دون اشارات لمنع اثيوبيا من الملء الثاني او اتمام الملء الثاني بدون اتفاق. رجع لي الاستاذ عثمان مرغني مره اخرى، ارحب بك استاذ عثمان، وكنت اسالك عن قراءتك لهذه التصريحات التي ادلى بها السيد مصطفى حسين الزبير رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضه حول ان اثيوبيا بدات بالفعل الملء الثاني للسد. نعم، يعني المسؤول السوداني الأول في ملف التفاوض الفني أكد بأن الإجراءات العملية لملء الثاني بدأت من الجانب الأثيوبي بعدة إجراءات. هناك الآن محاولة لإكمال بناء جسم السد في منطقة الوسط، المنطقة التي ستحجز بعد ذلك المياه خلفها وخلف البحيرة، وان هذا عمليه البناء مستمره بصوره سريعه، وان الان بدات عمليات حجز المياه وارتفاع المنسوب، بما يعني عمليا انه الملء الثاني بدا، رغم ان العمليه الكامله للملء ستكون في شهر يوليو القادم في منتصف شهر موسم الامطار، لكن الان بدات هذه العمليات بفعل عدم تدفق المياه، لان هناك الان ارتفاع في جسم السد حجز من خلف هذه المياه. لكن هنا ربما هناك اشاره مهمه قالها المهندس مصطفى، وانا كنت يعني مشاركا في ذلك اللقاء الصحفي. هو قال ان اتضح ان اثيوبيا لم تستطع اكمال عمليه الملء الاول بالحجم المطلوب من المياه 4.9 مليار متر مكعب، والان الملء الذي تم في هذه المرحله الان في هذه الايام وصل بالتحديد حوالي 4 مليار متر مكعب، كانما محاوله الان لاستكمال ما لم يتم في العام الماضي، ثم بدا عمليه ملء ثاني هذا العام، بمعنى انها الان العمليه الاولى التي بدات الان ستستكمل ما فات في العام الماضي،
ثم تواصل بعد ذلك في يوليو استكمال الملء الثاني الذي كان متوقعا. وطبعا هذا دون انتظار اتفاق مع السودان ومصر كما هو معمول والذي يعتبره السودان نوع من التجاهل الكامل وفرق اتفاق المبادئ. طيب يعني ايضا المتحدث باسم الخارجيه الاثيوبيه السفير دينا مفتي يعني يعلق على التدريبات العسكريه التي ستبدا غدا في السودان، التدريبات المصريه السودانيه حماه النيل، ويعني من ضمن كلامه وكان هذه التدريبات موجهه الى اثيوبيا، ما تعليقك استاذ عثمان؟ يعني انا اعتقد هذا يعني نوع من القراءة الخطأ للعلاقات السودانية المصرية. اولا التدريبات ليست جديدة، منذ الثمانينات اجريت تدريبات مستمرة بين الجانبين ووصلت مرحلة كان هناك اتفاق دفاع مشترك بين السودان ومصر، وهو اعلى التعاون العسكري، قمة التعاون العسكري، ان يكون هناك اتفاق للدفاع المشترك بحيث يكون اي اعتداء على اي من الدولتين هو اعتداء على الدولة الأخرى، كان ذلك في الثمانينات. إذا الآن الذي يحدث هو مجرد محاولة لإعادة بناء هذه العلاقة الوثيقة التي كانت في الماضي فليس فيها غرابة، ثم أن التدريبات في نفس هذه المكان قاعدة مروي الجوية أجريت أيضا قبل حوالي 3 سنوات مع الجانب السعودي، الطيران السعودي أجرى تدريبات مشتركة مع السودان في هذه المنطقة. فإذا هذه عملية طبيعية، خاصة أن ما يربط السودان ومصر بالأمن القومي المشترك كبير جدا، ولابد أن يكون هناك دائما قدرة على التنسيق العالي بين البلدين، ليس ضد عدو موجود الآن، لكن لأن ذلك وضع طبيعي أن تكون هناك فعلا علاقة أمنية تجمع البلدين للمحافظة، لأن أي تهديد لأمن أي من البلدين هو تهديد للبلد الآخر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية من الخرطوم، وأعود إلى الشرق الأوسط من جديد والقضية الرئيسية التي عادت إلى السطح بقوة، القضية الفلسطينية والتحركات. امبارح تكلمنا عن الجولة التي قادت الوزير سامح شكري إلى رام الله ولقائه مع الرئيس محمود عباس، وإلى عمان في الأردن ولقائه مع الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن. النهارده بدأت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكان في تصريحات مهمة في مؤتمر صحفي عقده بلينكن في إسرائيل بعد لقائه مع رئيس الوزراء نتنياهو، ويتكلم بلينكن من جديد عن حل الدولتين، وقال إن بلده ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. كانت إشارة مهمة جدا من بلينكن، ربما تعكس توجه الإدارة إدارة بايدن في المستقبل القريب فيما يتعلق بالتعاطي مع القضية الفلسطينية التي كادت أن تنزوي يعني تماما. أيضا من ضمن التصريحات المهمة لأحد القادة الفلسطينيين وهو القيادي المعروف محمد دحلان، أدلى بحديث وحوار تلفزيوني لقناة روسيا اليوم RT، وقال فيه كلام مهم معقبا على ما جرى خلال الفترة الماضية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. بيقول محمد دحلان أنه الشعب الفلسطيني إذا قلت أن الشعب الفلسطيني إذا استمر التنكر لحقوقه ودون إعطائه هذه الحقوق سيأتي السبب المناسب لإحداث الانفجار، وأنه قضية الأقصى واقتحامه كان سبب كافي لهذا التفجير ولتفريغ كل طاقات الشعب الفلسطيني دفاعا عن حقوقه. وأيضا تحدث وشكر وثمن الدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين. نسمع جزء من كلام دحلان. هي ليست هدنة وليست اتفاقا وليست وقف إطلاق النار، وإنما هي وقف العدوان الإسرائيلي على أبنائنا في القدس وقطاع غزة، وفيها انتصرت إرادة الشعب الفلسطيني على سيف الاحتلال.
أستطيع أن أقول بثقة وافتخار واعتزاز أن الشعب الفلسطيني أعاد القضية الفلسطينية لتكون على جدول أعمال المجتمع الدولي. الشعب الفلسطيني هو الذي حرك هذه الجماهير في من أمريكا إلى أوروبا إلى آسيا، لدرجة أن نصف سكان الكرة الأرضية قد كانوا قد تابعوا ما يجري في القدس وما يجري في قطاع غزة من قتل ودمار من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا انتصار لإرادة الوحدة، هذا انتصار لوحدة الشعب الفلسطيني من أبناء غزة والقدس والضفة الغربية وأبناؤنا في 48، هذا انتصار لإرادة المستقبل لدفن ماضي مرير في أخطاء كثيرة مورست في السابق من أجل أن نصنع مستقبلا باهرا للشعب الفلسطيني قائم على أسس مختلفة عن الأسس التي كانت قبل أحداث المسجد الأقصى وقبل العدوان على قطاع غزة. وطبعا زي ما العديد من القادة، قادة العالم ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصلوا بالقيادة المصرية، واتصل امبارح بايدن في الاتصال الثاني من نوعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر الرئيس السيسي وشكر مصر على دورها في وقف العنف في الشرق الأوسط ووقف الأعمال العنف ويعني تداعيات ما جرى في المنطقة. أيضا دحلان انضم إلى القادة وإلى المسؤولين الكبار الذين تقدموا بالشكر لمصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. أولا صمود الشعب الفلسطيني، نعم، وثانيا فشل خطة نتنياهو والجيش الإسرائيلي في تركيع الشعب الفلسطيني وفي تركيع المقاومة سواء كانوا فوق الأرض أو تحت الأرض. ثالثا التحرك المصري من الرئيس السيسي، وهو تحرك يعني يذكرنا في الأيام الجميلة لمصر العظيمة التي استطاعت في خلال الأيام القليلة الماضية أن تكبح جماح إسرائيل سياسيا وتوقف الحرب. إسرائيل لم تفاوض ولا تريد وقف إطلاق نار ولا تريد هدنة، ولم توافق على هدنة بالمناسبة. حين فشلوا والتدخل المصري جاء بشكل متوازي، استطاع الرئيس المصري من خلال تعامل واتصالاته مع الدول العربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على نتنياهو وقف العدوان، وليس اتفاق هدنة وليس اتفاق وقف إطلاق نار، لأن اتفاق وقف إطلاق نار بين طرفين معتدي ومعتدى عليه. هذه هي الحالة الفلسطينية. طيب نروح لموضوع آخر، موضوع متعلق باللي احنا قلنا عليه امبارح، الضيف الثقيل اللي حل علينا وعلى العالم أجمع، طبعا الكلام بيدور حوالين فيروس كورونا. مالطا، دولة مالطا هي أول دولة في أوروبا تصل لما يعرف بمناعة الجموع أو مناعة القطيع. الكلام ده جاء على لسان وزير الصحة في مالطا لما قال ان احنا وصلنا الى تحقيق مناعة القطيع بعد ما اكملنا تطعيم حوالي 70% من سكان الجزيرة، وطبعا يعني هم عددهم قليل، يعني هو 70% بيقول انه 475,000 جرعة تطعيم في مالطا، تم حتى الان اعطاء الجرعة الثانية ل 42% من السكان، ودي طبعا يعني نسبة تطعيم مرتفعة بالمقارنة بعدد السكان القليل. لكن في النهاية هذا هو المسؤول الأول عن الصحة في بلده بيقول ان احنا وصلنا لما يعرف بمناعة القطيع. يا ترى ايه هي مناعة القطيع وازاي يتم تحقيقها؟ ده سؤالي للدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة اللي انضم لي من القاهرة مباشرة عبر سكايب ولا زوم، مش عارف، زوم اعتقد، من عبر زوم. دكتور محمود مساء الخير، يعني ايه مناعة القطيع ومتى يمكن الوصول لمناعة القطيع؟ مساء النور دكتور محمود، ودايما بشرف بوجودي مع حضرتك. اولا ما له علاقة بكلمة مناعة القطيع هو ان احنا بنحقق، يعني طبعا مش بحاول الكلمة دي عشان نبقى الكلمة دي شوية فيها نوع من انواع الاهانة، احنا صحيح خليها مناعة الجموع مثلا بالظبط كده، ان احنا بنحقق او تقليل حدوث الاصابه بين فئه مجتمعيه موجوده بسبب تفشي وباء زي الموجود دلوقتي عندنا.
السيد الفاضل الممثل لدولة أو لجزيرة مالطا حينما خرج وقال إن هو استطاع إن هو يحقق المناعة أو مناعة القطيع بفضل إن هو طعم 475 ألف مواطن عنده، 42% من تقريبا من أهل البلد حصلوا على الجرعة الثانية، وهو كده ضمن أنه حدث أو حصل على المناعة المجتمعية لهذه البلد. في ظني وما نعلمه في حدود هذا العلم أن ده أمر يعني إن ما كانش صعب هيبقى مستحيل مع جائحة كورونا. وأنا بقول الكلام ده لأربع أسباب رئيسية. السبب الأول عندنا هو له علاقة وطيدة بمدى استمرارية فاعلية اللقاحات. يعني دكتور عمرو، احنا عرفنا ان انا عندي جرعه اولى وبعديها بثلاث اسابيع جرعه ثانيه، في بعض التطعيمات 12 اسبوع مسموح بيها، ولكن حينما احصل على جرعتين من اللقاح الى اي مدى انا محصن ضد اعاده الاصابه؟ لم يخرج علينا الاجابه على هذا السؤال الى اللحظه اللي انا بكلم فيها حضرتك دي. النقطه الثانيه عدم العداله في توزيع اللقاحات، فهيبقى عندنا دول حصلت على اللقاحات وحصلت على جرعات إضافية تحمي جموع شعبها لفترات زمنية أطول، والبعض الآخر من الدول لم يصل إلى 1% من تطعيم شعوبه لعدم وصول اللقاحات بالكم الكافي لكافة الدول. النقطة الثالثة وهي نقطة أن البعض لا يرغب في أخذ اللقاح لبعض الأسباب أو لبعض الإشاعات اللي بتدور حوالين اللقاح وأمانه واللقاح وفاعليته واللقاح وآثاره، ودي حاجات ليها علاقة يعني مش عايز أخش فيها كتير. الحاجة الرابعة وهو إن إحنا شايفين دلوقتي حضرتك مشكلة كبيرة جدا بتحيط بأمر اللقاحات، إن كل شوية بنسمع عن أثر جانبي له علاقة بأنه تحت التحقيق زي فايزر ولقاحها وإصابات القلب أسترازينيكا وإثبات حدوث الجلطات من بعد أخذ اللقاحات. فالأمور الأربعة دول يخلوا الوصول إلى مناعة القطيع ده بعيدا عن المتحورون الجدد، ودي نقطة أهمية بمكان إن إحنا ما زلنا برضه خرج علينا أبحاث كتيرة جدا في الأسبوعين اللي فاتوا، اللقاح كذا وفاعليته ضد السلالة البرازيلية والجنوب أفريقية والبريطانية والهندية، ولسه المسلسل مفتوح وحلقات كتير. بس مش يمكن يا دكتور محمود، عفوا، يعني الراجل عايز يرفع الروح المعنوية للشعب جزيرة مالطا باعتبار انه الشعب يعني مش كبير، العدد مش كبير وهي جزيرة، وبالتالي يكون في اقبال على التطعيم وقد تتحقق هذه المناعة، مناعة الجموع. ان لم نخلط العلم بالسياسة فهو لا يتحدث في اطار علمي، وانما يتحدث في امر سياسي. بس هو وزير الصحة على فكرة. على دماغي يا فندم، لكن في العلم في نطاق علمي بحت، انا عندي متحورون جدد لم يثبت فعاليه كل اللقاحات ضدهم ولاي مدى. انا مع اخذ الجرعتين بتاعت اللقاحات لفتره زمنيه تساوي شهر، سنه، اسبوعين، وانت عارف حضرتك انا بقول لك الكلام ده واحنا خرج علينا في اخر شهر ده التنويه عن احتماليه اخذ جرعه ثالثه، اخذ جرعات تنشيطيه سنويه من اللقاحات. فالكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده تحقيق المناعه المجتمعيه بناء على تحديد او تحقيق او توزيع عادل للقاحات لم يحدث، ده نقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين عشان نقول ان انا حصل عندي مناعه مجتمعيه او بسبب الاصابات الطبيعيه ده برضه لم يحدث، فانا المناعه اللي هي المعروفه في الاوساط الدارجه للبشر مناعه القطيع لم يحدث تجاه هذا النوع من الاصابات من المستجد كورونا. يعني مهما يعني بلغت نسبه المتطعمين من اللقاحات المختلفه، من الصعب الوصول لما يعرف بمناعة الجموع يا دكتور. صحيح يا فندم، لأن أنا عندي فئات مجتمعية ستبقى وما زالت خارج نطاق التطعيمات على رأسهم الأطفال. كتير مننا بنتكلم عن التلقيح للنساء الحوامل، يبقى برضه هذه الأمور تحت البحث، ما زلنا نبحث لسه في بدايات أو جمال البدايات يا عم بيه. كل الحاجات دي الكلام في عندنا منهم اجزاء سياسيه
بعضهم بيكتسب منه أرضية جديدة في مجتمعه في وسطه لكن في مجال العلم ليس له حق. طيب مش عارف حضرتك سمعت بالخبر اللي جاء النهاردة على وكالات الأنباء، وفاة أول شخص في العالم يتم تطعيمه بلقاح مضاد الفيروس كورونا. الشخص ده اسمه ويليام شكسبير، على اسمه طبعا الأديب البريطاني الإنجليزي العظيم ويليام شكسبير. توفى في المستشفى لكن بعد معركة طويلة مع مرض يعني ليس له علاقة بفيروس كورونا. دي الصور اللي احنا بنعرضها واللقطات اللي احنا بنعرضها دلوقتي لهذا الشخص الذي توفى اليوم، وهو بياخد اول لقاح مضاد لفيروس كورونا حصل عليه انسان في العالم في 8 ديسمبر 2020 لما اخذ لقاح فايزر في بريطانيا. يعني البعض ربما الآن سيتوقف عند هذا الخبر يا دكتور محمود، رغم أنه يعني البيان اللي صدر بيقول أنه هو الرجل توفى لأنه كان عنده يعني مرض شديد وتوفى بسبب هذا المرض وليس يعني له علاقة بالفيروس أو باللقاح. بص دكتور عمرو، هتزال أو هيفضل عندنا أمر مهم جدا هو اثبات احقيه وحقيقه كل الامور، وما دايما انا بحب اقول ان في التفاصيل تاتي من حقائق حضرتك. احنا ويليام شكسبير توفى بسبب ايه؟ احنا التفاصيل اعلن عنها من قبل المسؤولين، ولكن هل له رابط باخذ اللقاح ولا لا؟ احنا عايزين الموضوع ده يعلن ويعلن الجميع. النقطه الثانيه اللي انا عايز برضو اضيفها مع حضرتك، ان كانت اللقاحات ما زال الحديث عنها انها تجارب، وانا اعني من اقول لقاحات تجريبيه، بنشوف مع بعض كل يوم حاجه جديده عن اللقاحات. فمن نقول ان احنا لازم نفهم ان تحقيق المناعه المجتمعيه او ما هو مناعه القطيع لن يكون العام الحالي كما قيل على سنة البعض، ولا العام القادم، وقد يكون من المستحيل تحقيق هذا الامر. اللي بسبب او الاصابات اللي بتحدث بعد التطعيم بعد لقاحات كورونا، الاصابات بتحدث لان اللقاحات لم تصل او لم تؤدي دور مهم جدا كنا عايزين نحصل عليه، وهو المناعه الموضعيه او مناعه الاغشيه المخاطيه او المناعه المسؤوله عن احداث تكوين حامي بوابات في مداخل الفيروس حضرتك. الكلام ده لم نحصل عليه، فتبقى اللقاحات هي لا تستطيع جبح جماح الإصابة. اللقاح له أهمية ولكن لا يمنع الإصابة، فإن كان اللقاح لا يمنع الإصابة ففي الحالة دي أنا لن أستطيع تحقيق المناعة المجتمعية. إن كان اللقاحات لم نثبت فعاليتها إلى الآن ضد السلالات المتحورة، ضد دراساتها كلها لم يتم إثباتها في الحالة دي، لن أستطيع تحقيق المناعة المجتمعية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، عدم عدالة التوزيع، الدول اللي كانت معاها أكثر هي الدول اللي قدرت تحصل على اللقاح أسرع وأمن وبصورة أفضل بكثير جدا عن الدول الأخرى. وأنا سؤال أصحاب القيم الدول الكبرى، خلينا نقف ونقول أنا عندي بدل السبب 5 و6 تحقيق المناعة المجتمعية، هل هو شيء وارد أم لا؟ يبقى عند الدول ومن يخرج من السياسيين ليزيع هذا الخبر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، كان معنا عبر زوم من القاهرة. روح لخبر يعني هو رياضي سياسي، طبعا المتابعين لكرة القدم العالمية يعرفوا من هو كريم بنزيما اللي هو اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية اللي ابتعد عن منتخب فرنسا حوالي 6 سنوات، عاد إلى المنتخب من جديد في الأسابيع الماضية. طبعا الناس في انقسام حوالين كريم بنزيما بين مؤيدين وبين معارضين، لأنه هو لاعب مشاكس بطبعه، وطبعا من ضمن اللي هم يعني اللي ما بيحبوهوش توقفوا عند لقطة أثناء مباراة للمنتخب الفرنسي، وكل لاعبي المنتخب الفرنسي زي ما حضراتكم شايفين بيرددوا النشيد الوطني أو كلمات النشيد الوطني، ما عدا كريم بنزيما ما كانش بيردد كلمات النشيد الوطني. وطبعا
يعني هذا الموضوع اهو ساكت وزمايله بيغنوا النشيد الوطني. ده الكلام ده خلى ناس كتير تنتقد كريم، ولكن في المقابل في ناس تانية زي طبعا أسطورة كرة القدم الفرنسية والعالمية ميشيل بلاتيني اللي قال احنا برضو ما كناش بنردد كلمات النشيد الوطني الفرنسي لانه الكلمات بتحتوي على عبارات قاسية وكأننا احنا رايحين نحارب مش رايحين نلعب مباراة كرة قدم. ده اللي قاله بلاتيني في حديث تلفزيوني زي ما حضراتكم شايفين. ويا ترى كيف تتفاعل هذه القضية؟ هل يعني من حق كريم أو من حق اللي هم رافضين لترديد كلمات النشيد الوطني أنهم يقوموا بهذا يعني دون اعتراض من أحد؟ دكتور طارق وهبي المحلل السياسي من باريس ينضم إلي عبر سكايب. مساء الخير دكتور طارق. دكتور طارق وهبي. طيب مش جاي لي صوت الدكتور طارق وهبي. وزي ما قلت لحضراتكم انه يعني بلاتيني بيقول انه لو كلمات النشيد الوطني متعلقة بحب البلد وحاجات زي دي يعني هغنيها، انما يعني الامر هنا شوية الكلمات صعبة، ويمكن احنا هنقول شوية في موضوع كلمات النشيد الوطني الفرنسي. خلينا نشوف هذا الفيديو جرافيك ونرجع لحضراتكم. أعود من جديد لضيفي دكتور طارق وهبي المحلل السياسي عبر سكايب من باريس. مساء الخير دكتور طارق. طيب أنا مش سامع الدكتور طارق، لكن مش عارف يمكن المشكلة من عندنا ولا من عندك. لو أنت سمعني أنا مش سامعك. عموما لا للأسف للأسف صوتك مش واصلنا. أنا شايفك وكل حاجة وزي الفل، بس للأسف صوتك مش واصلنا. يعني كان بودنا فعلا ان احنا يعني نتعرف على رأي الدكتور طارق وهبي. انت سمعني؟ انا كده سمعك. انا كده سمعك. طيب تمام. اولا انا اريد ان اشكرك على فعلا الاتخاذ هذا يعني البرنامج مهم، والذي ليس له علاقة فقط بالمفهوم الحصريا الرياضي، ولكنه له بعد بمفهوم له علاقة بالهوية، وهذا ما يحصل الآن في فرنسا، وهو مكون رئيسي له علاقة بوجه فرنسا المستقبلي الذي هو خليط من الشعوب التي قدمت واستوطنت وتعمل وتعيش وتنتج وتتوالد على هذه الأرض التي هي فرنسا. أما بالعودة لموضوع كريم بنزيما بالتحديد، حضرتك قلت ابتعد، هو أبعد، لم يبتعد، هو أبعد عن الفريق الوطني الفرنسي لقضية قانونية لها علاقة بالتحديد بموضوع ما بين صديق له في الفريق الوطني، وهو عبارة عن موضوع يعني جناية قد تكون بالمفهوم الجنسي بالنسبة لشخص صديقه وعلى الحياة الخاصة لهذا الصديق اللاعب في كرة القدم. وأراد يومها المدرب الوطني أن يقول أن الذين يريدون أن يكونوا في المنتخب الوطني عليهم أن يكونوا ذو صفات خاصة، يعني لأن تعرف جيدا أن
اللاعب في كرة القدم يعتبر مثل لعدد كبير من الشبان والشابات والأهم للأطفال، وهذا جد مهم لكي نبني مجتمعا يبنى على أساس ما يسمى الأخلاق الحميدة. تمام. وأنا باعتقادي هذه القضية التي نطرحها اليوم هي قضية يعني ثانوية، أن يقول النشيد الوطني أو لا أو لا يسمع النشيد الوطني. وحضرتك كما ذكرت وكما ذكر التقرير أن السيد ميشيل بلاتيني قال الكلمات التي تتضمنها النشيد الوطني الفرنسي هي كلمات وكأننا ذاهبون إلى الحرب. وفيها حتى أيضا نوع من العنف الكبير لأنه يذكر فعل وأنت تقطع الرؤوس. يعني أنا يعني عموما دكتور طارق أنا لم أكن أتخيل أنه النشيد الوطني الفرنسي، أنا يعني لا أعرف اللغة الفرنسية، لكن لم كنت لا أتخيل أن يتضمن النشيد الوطني عبارات يعني كهذه، يعني تسمعون أصوات الجنود الشرسين أنهم قادمون لقطع أعناق أبنائكم، معقولة ده؟ معقول الكلام ده؟ لا ننسى أن هذا النشيد صيغة بمرحلة كانت الثورة الفرنسية بحاجة لكي كل المستويات الاجتماعية لكي تساعد على قيام ما يسمى الدولة غير الملكية، وهذا أساس في بناء النظام الديمقراطي العلماني في فرنسا. ولكنني أود أن أقول لك أن عودة بنزيما إلى الفريق الوطني خلقت حديثا سياسيا اجتماعيا كبيرا في الأوساط الفرنسية، وتلقاها أولا ما يسمى اليمين المتطرف أي السيدة مارين لوبان وأتباعها، وقالوا لماذا يرجع هذا الشاب إلى الفريق الوطني، ما عليه إلا أن يذهب إلى الجزائر. وهنا نعرف أننا في الأسابيع المقبلة أي في 27 من حزيران يونيو ستكون هناك انتخابات على مستوى الأقضية والمناطق في فرنسا، وضروري أن يكون هناك شد للعصب الانتخابي وبالتحديد الانتخاب الفرنسي لكي لا يذهبوا نحو ما يسمى نوع من الحب. تعرف أن الفريق الوطني الفرنسي لكرة القدم يعني أسهمه جد عالية في المجتمع، وهم يريدون حقيقة أن يشدوا العصب الفرنسي والبعد عن ما يسمى الذي هو المكون الرئيسي أيضا في فرنسا، وهو هذا التخالط ميلتينج بوت الموجود في فرنسا والذي يساعد على وضع من يعني هناك بعض الأشخاص الذين يعني لاعبي كرة القدم في كل الألعاب الرياضية. في فرنسا ترى أن عددا كبيرا من المهاجرين والذين أصبحوا فرنسيين والذين يعني يعيشوا في فرنسا ويدرسوا في فرنسا ويعملوا في فرنسا هم بخضم العملية الرياضية. صحيح. وحتى صحيح. العملية السياسية. صحيح. ودعني أقول لك أنك ستسمع قريبا برجل اسمه رفيق سماتي، وهذا الرجل يكون فريق له علاقة بمشروع للعام 2022 في الانتخابات الرئاسية. نعم. تحت عنوان الهدف فرنسا. هو للأسف برضو انقطع الصوت من المصدر، صوت الدكتور طارق وهبي، لكن أنا يعني بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات دكتور طارق وهبي المحلل السياسي، كنت معنا من باريس عبر سكايب. هناخد فاصل، وبعد الفاصل حديث عن الأكل والحالة المزاجية عند المصريين وإيه الأكلات اللي ممكن تحسن الحالة المزاجية والعكس. هيكون معنا دكتور عماد فهمي استشاري التغذية المعروف، ودكتورة دينا نعوم أستاذة أو الطبيبة النفسية المعروفة الاستشارية النفسية، وهنتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفية الكريم. طبخين ايه النهاردة؟ سؤال لا يغادر ألسنة المصريين، سؤال صالح لكل زمان ومكان ومناسب لكل مناسبة وحدث، إنها العلاقة شديدة الخصوصية التي صنعها المصريون مع الطعام منذ فجر التاريخ، حتى إنهم يعبرون عن حسن العشرة
بالعيش والملح. ربما يكون المصريون هم الشعب الوحيد الذي يربط كل مناسباته بالطعام والشراب، فللمناسبات الدينية مأكولات محددة، لحوم الأضاحي ومحشي رمضان وكحك العيد وحلوى المولد. وفي المناسبات الاجتماعية يحضر الطعام بقوة، فهناك فسيخ شم النسيم، وهناك الولائم والشربات في الأفراح، وهناك القهوة السادة في المآتم، وحتى زيارات الموتى لا تخلو من مخبوزات توزع رحمة ونور على المتوفي. عن الحدث اليومي حدث ولا حرج، ففي الصباح الباكر يتجمع ملايين المصريين على مئات الآلاف من عربات الفول، وفي الظهيرة يكثر الزحام على محلات اللحوم والمصامت. أما الليل فالكشري هو ملكه المتوج. حتى التجمعات المنزلية الدافئة لا يمكن أن تمر دون أن يكون الطعام شريكاً فاعلاً فيها، بين وجبات خفيفة تجهزها الأمهات في المنازل ووجبات سريعة يطلبها الشباب ديليفري، دون أن يهتم أي منهم بما يصيب ميزانية الأسرة من اختلال. ورغم أن المصريين يؤمنون بأنه لا أحد يموت من الجوع في مصر، فإنهم عند التطبيق العملي أضعف شعوب الأرض أمام الطعام، حتى إن نسبة غير قليلة منهم تعاني من السمنة المفرطة الناتجة عن نظام غذائي سيء. ربما تكون مطابخ مصر هي المطابخ الوحيدة في العالم التي تفوح منها روائح الأطعمة الثقيلة في كل أوقات اليوم. وإذا جلست تحدثهم عن تنظيم الغذاء وضبط الأداء ينظرون إليك ثم يقولون عبارة واحدة: يجعل عامر. ربنا يجعله عامر. طيب برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وطبعا في كل المناسبات المختلفة في مصر زي ما شفنا في تقرير زميلنا هشام سلام، الأكل حاضر وموجود. علاقة المصريين بالأكل علاقة غريبة جدا ومليانة بالتفاصيل المربكة اللي بتختلف عن كل شعوب الدنيا، لكن اللطيف والغريب أن الفرح والحزن، وده برضو شفناه في التقرير، مرتبط ارتباط وثيق بمسألة الأكل. في الفرح مثلا هتسمع عبارة نبل الشربات، وغير طبعا الأوبن بوفيه في الأفراح ويعني حفلات الزفاف. في الحزن هتلاقي القهوة السادة هي السائدة وغيره. لكن السؤال ليه الواحد أو واحد أحد ما يعني شخص ما لما بيزعل بيأكل والتاني ما بيأكلش والعكس، إيه علاقة الموضوع ده بالنفسية؟ إيه علاقة الأكل بمزاج المصريين؟ إزاي نقفل شوية المحبس في الحالتين؟ يعني كل دي أسئلة هوجهها لضيفي الكريمين اللي مشرفيني في الاستوديو، دكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بك دكتور عماد. ومن زمان ما شفناش بعض شهر أنا في حاجة اتغيرت من الشهر الفل. دكتورة دينا نعوم استشارة الطب النفسي، أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك دكتورة دينا؟ هبدأ معك، هل الأكل يعتبر من مصادر السعادة؟ هو طبعا ده الشائع ان الاكل ممكن يكون مصدر للسعادة. لو اتكلمنا من ناحية العلمية، هو هرمون السعادة زي ما بيقولوا عليه اللي هو السيروتونين او المادة الكيميائية اللي في المخ اللي مسؤولة عن السعادة، 95% منها في الجي اي تي في المعدة، تمام، و5% بس هو اللي في المخ. فده اكيد ليه معنى علمي انه لا، الاكل بيفرق في المزاج العام بتاع الشخص. في بكتيريا معينه بتشتغل في يعني في المعده هي اللي بتزود السعاده عند البني ادم الطبيعي. ده في الحاجات العاديه، يعني مش بنتكلم على اي امراض. مشكله بقى ان ساعات الناس بتبقى علشان حست باي متعه مع الاكل ده بيقلب لمشكله لحاجه مرضيه. يعني انا مكتئب جدا، فانا الحاجه الوحيده اللي بتسعدني الاكل، هو الاكل. فنقلب في حاجه اسمها ايموشنال ايتينج، اكل بسبب الاكتئاب. او انا مكتئب جدا فانا مش حاسس بطعم اي حاجه، انا بحط الاكل في بقي ومش حاسس بطعم حاجه، فانا مش باكل خالص. فعشان كده من اعراض الاكتئاب الواضحه جدا اللي بالنسبه لنا احنا كدكاتره بنشخص اكتئاب بيها وبندي عليها ساعات كتير ادويه، ان انا يا اما اكل كتير جدا واتخن جامد جدا في نوبه الاكتئاب بتاعتي، او ان انا ما اكلش خالص واخس جامد جدا في نوبه الاكتئاب بتاعتي. طب ما دي حاجه تخلينا نروح للدكتور عماد.
يعني هل في نوع من الأكل بي بي بيعدل الحالة المزاجية وأنواع تانية من الأكل يعني بتعمل العكس؟ بيبقى إحساس مؤقت وسريع، يعني تجد إن في علاقة موجودة دايما بين السكر والقلق، دايما اللي عنده شوية قلق أو اكتئاب تلقائي، أو حتى بنشوفها في السيدات اللي عندهم البيريود، وقت البيريود عايزة تاكل سكر وكربوهيدرات وشوكولاتات. لو فكرنا كويس هنلاقي الشخص المتوتر ده أو المتضايق هو عايز يرتاح، هو عايز يشبع نوم، هو عايز يستريح. حتة السكر أو حتة الشوكولاتة بترفع عنده مستوى السكر فجأة، فبتديله سعادة أو مش سعادة، راحة مؤقتة. الراحة المؤقتة دي سريعا ما بتهبط عشان الإنسولين بيطلع بقوة يروح مكسر له شوية السكر اللي هو كلهم، يخليه يطلب المزيد من السكر، فيبتدي يتخن وهو أصلا محتاج بس ينام أو محتاج بس يريح، بس هو مش عارف يوصل للحتة دي أو ما عندوش رفاهية الوقت اللي يخليه ينام، فيروح عند الدكتورة دينا في العيادة. فحتة سكر تجيب حتة سكر، شوكولاتاية تجيب حتة شوكولاتاية، ده بتاع الدوبامين. ومع ذلك في دراسات كتيرة جدا بتربط ما بين بعض أنواع الفيتامينات والسيطرة على القلق أو على التوتر، يعني فيتامين د له دور مهم جدا في علاج القلق والاكتئاب، فيتامين ب حمض الفوليك، بعض أنواع الأكل الغني بالحاجات دي، بعض أنواع البروتينات اللي فيها كوليسترول زي البيض أو حتى اللحمة، والكوليسترول مهم في تصنيع وفي تخليق الخلايا العصبية ونقلات الأعصاب، وبالتالي هيلعب ولو بجزء ضعيف على الرونج ران وعلى المدى البعيد. عشان كده تلاقي الناس اللي بياكلوا أكل متوازن غالبا بيبقى مزاجهم كويس، وهتلاقي الناس اللي بيعملوا الرجيم بيوقعوا منه النشويات بقوة أو بياكل بروتين بس أو بياكل غالبا بتلاقيه بيكتئب أو حتى بيتضايق من وقت للتاني. طيب يمكن ده يخليني أسأل الدكتورة دينا، دكتورة يعني هل لما يجيلك مثلا مريض وعليه أعراض الاكتئاب، هل يعني بيبقى سؤال أساسي أنت بتاكل إيه، بتاكل إزاي؟ هو السؤال الأساسي في أي حالة اكتئاب خسيت أو تخنت الفترة الأخرانية ولا لا، ودايما دايما بيكون في إجابة. وعشان كده احنا يعني ممكن نقول 90% من المرضى بتوع الاكتئاب أو القلق أنا بحولهم لمتخصص تغذية، لأنه من الحاجات اللي هتحسن يعني متخصص تغذية ليه سايكايتريك باك جراوند، يعني احنا بالظبط، لانه من الحاجات اللي هتسوق حالة المريض ده لما يجي يتحسن مثلا بالدواء، انه يكون كان تخن 20 كيلو في نوبة الاكتئاب بتاعته، او ان ساعات طبعا بيبقى فيه الفكرة ان الادوية النفسية بتتخن جامد قوي، لا ده بيزوده بال20 او بال30 كيلو، فانا مش هاخد الدواء علشان ما تخنش. لا، انت ممكن نمشي مع أخصائي تغذية يبقى مزبط لنا الأكل بتاعنا ووزننا، وما نبقاش مضطرين خاص نحن نزيد أو نقل في الوزن. جميل. طب وده بيختلف من شخص لآخر ولا؟ طبعا بيختلف جدا من شخص لآخر. مرأة والرجل؟ لا، مش مرأة ورجل، على قد ما بيختلف من طبيعة الشخصية. احنا عندنا يعني اضطرابات في شخصية معينة، زي اضطرابات شخصية بتبقى اندفاعية شوية، تبقى ما بتفكرش كتير، طبيعة ان انا اعمل على كنترول على التغذية بتاعتها، غير لما يكون واحد متوتر جدا وموسوس وبرفكشنست وبيحسب بالكالوري. يعني ده بيبقى عايز نظام دايت معين وده عايز نظام دايت معين. اللي ما بيحبش القيود لو اديته ورقة مكتوبة الدايت 1+1=2 لا يمكن هيمشي عليه. لكن اللي بيحب القيود هيبقى هايل في ده، هيخس جامد جدا. فعشان كده بتفرق قوي طبيعة الشخصية مع النظام الغذائي بالنسبة لنا احنا، يعني في الطب النفسي. للطب النفسي بالنسبة للتغذية هل بتفرق برضه؟ يس، يعني في بعض المرضى النفسيين لما بيجي يخس انت بتخسسه باكل يتخن واحد تاني. يعني في ناس ممكن الورقه كلها عباره عن شوكليت وايس كريم كلها ويخس، انت ريحته لان هو سبب تخنه انه متضايق، مش ان هو عنده مشكله في الميتابوليزم. ممكن سبب تخنه ان او سبب جوزها بيقول لها انت تخينه، او 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 شايفه اصحابها بيعملوا كومنتس عليها كتير، او حد طول الوقت عنده بوادر مشاكل نفسيه من وزن كان كبير في لحظه ما وفجاه قطع الاكل، او ابتدى ياخد بعض الادويه اللي بتقفل الشهيه اللي بتشتغل بالتبعيه على المخ. واحنا بشر، احنا عايشين في الدنيا، فهتلاقي 90% او 95% اللي بيصنعوا لي السيروتونين من الجي اي تي غالبا ما هماش 95%، انت ممكن تلاقيهم 50 و60%، لان احنا
عايشين في الدنيا في اضطرابات في الجهاز الهضمي كتيره, في مشاكل كتير في اجهزتنا الهضميه, وبالتالي هو عايش بجزء صغير والخمسة في المية كمان بيبوظهم عشان بياخد دواء بيقفل شهيته, فالسيروتونين اللي بيتصنع كمان في المخ بيقل, وكمان عامل رجيم منع منه الكارب, وبالتالي نسبة التريبتوفان اللي المفروض ياخدها حتى في أكله بتقل جدا لأنها موجودة بنسبة كبيرة في في الحبوب الكاملة وفي البقوليات, والبقوليات غالبا ما بيدخلوهاش فأنظمة الدايت إلى لو كانوا فيجيتيريان بيقعدوا يعتمدوا على اللحوم المشوية والفراخ المشوية, فتلاقي الشخص بيكتئب أكتر, وغالبا أسبوع اتنين تلاتة بينهار, وأول ما بينهار على طول بيفتح التلاجة بيأكل بيعمل العكس تماما فبيزيد ويعيد الكرم الأول. عشان كده مش كل الأشخاص لما بيجوا يخسوا بنعمل لهم الدايت الكلاسيكي المتعرف عليه, لا, في ناس بيجي للدكتور بس عشان يتكلم, وكأن هنا الدكتور بقى دكتور نفساني بس بيكتب له أكل, هو عايز حد يتكلم ويقول له كل وما تخافش مش هتتخن, ففعلا ياكل وما يخافش ومش بيتخن, واحيانا كثيرا بيجي نازل وانت مش عامل له حاجه. طيب خلينا نشوف, عايزه اضيف بس يعني حاجه صغيره على الدكتور, بالنسبه ان احنا بيبقى دكتور نفساني بيكتب اكل, هو كمان في حته بتفرق قوي في دكتور الدايت مع المريض اللي هو عنده مشكله نفسيه, لو عارف يدوس في حته ليها علاقه بثقته بنفسه ويشجعه انه يقدر يتغير, البني ادم ده بيجيب نتائج رائعه. في سكول تانية بتاعت انه انت ازاي تخنت 2 كيلو ويطلع على الميزان, وده بينفع مع ناس بس مش الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه, لانه كل ما هنديهم ثقه بنفسهم ان هم يقدروا يتغيروا, بالذات الناس اللي بتبقى ضعيفه نفسيا شويه, كل ما النتائج بتبقى رائعه. جميل جدا. طيب خلينا نشوف كده, احنا سالنا الناس في الشارع لما بتكون زعلان بتاكل كتير ولا العكس, خلينا نشوف كده نتابع الاجابات. انا بحس ان انا باكل كتير لما اكون زعلان او حاجه مضايقاني. لا ما اكونش لاقي نفس, لا انا بفجر اللي جوايا في الاكل. لا اكيد باكل كتير. لا طبعا نفسي بتتسد. اكل ازاي؟ لا اكيد باكل كتير. باكل كتير بتتسد طبعا. لا ما يبقاش ليا نفس خالص. بنعيط بناكل. لا ما بيكونش ليا نفس. ده احساس وده احساس, ده احساس بطن تدي احساس الجوع واحساس الزعل بعد المصريم, ده ملوش علاقه بده. لا ما باكلش طبعا. لا نفسي بتتسد الصراحه. ما باكلش لو متضايق قوي, او ممكن اكل كتير. نفسي بتتسد. اخد راي الدكتوره دينا. يعني كلهم بياكلوا اكتر. بس دي عينه عشوائيه يعني. هي دي عينه طبيعيه, لكن الناس اللي عندها امراض نفسيه اللي بتجيلي في العياده بيبقى اغلبيتهم بياكلوا اقل مش اكتر, بيبقى ناس قليله اللي بتاكل اكتر. طب هل التغيرات في اللي بتحصل في النظام الغذائي بيبقى ليها تاثير على الدماغ؟ يعني مثلا ليه مثلا مرتبط او مرتبطه مساله الصيام بالعصبيه عند يعني ناس كتيره؟ يعني هو طبعا في جزء منه ملوش علاقه بالاكل نفسه, يعني في العصبيه بتاعه الصيام بيبقى ليها علاقه اكتر بالحاجات اللي انا متعوده عليها وبتريحني نفسيا, زي النيكوتين, زي القهوه. بيبقى انا اتعودت على باترن معين في حياتي, وباجي شهر بروح عامله زي ما بيقولوا كول تركي كده, يعني بوقف كل حاجه فجاه. فطبيعي ان انا ابقى حاسس اني زي الادمان بالظبط, يعني زي ادمان المخدرات. انا مدمن على حاجه طول عمري, وباجي دلوقتي بيقولوا لي لا مفيش منها خالص. الحاجات دي هي اللي كانت بتزود الدوبامين في مخي, فانا لما همنحها طبيعي ان انا هبقى عصبي في الاول, وتلاقي دايما ان الحاجات دي بتتحسن مع يعني في شهر رمضان في الاخر بتلاقي الناس مش زي في الاول. الاول بيبقى اصعب عليهم لان هم ما كانوش متعودين عليه, مع الوقت بيتعودوا. جميل. دكتور عماد, يعني مساله الاكل الصحي ليه معظم الناس اللي هم يعني بيكونوا مقبلين على انه يعمل دايت وانت تكتب له يعني قائمه بالاكل الصحي برضه ما بيبقاش يعني ما بيبقاش مبسوط, بيقول لك ده اكل عيانين؟ عشان بطبيعه الحال انت بتحاول تكتفه, هو مش عايز يتكتف, هو عايز يبقى حر. كمان بيشوف اخوه اللي قاعد معاه في نفس البيت بياكل كل ما هو سيء وما بيتخنش, او مراته بس هو حاسبها غلط, لان الاكل السيء في الاخر بيعمل لي حاجتين, يا بيتخني وانا بشوف ان ده امر سهل بيديك اشاره سريعه انك تروح للدكتور, يا اما ما بيتخنيش بيعمل لي امراض بعيه فجاه الرفيع هيبقى عنده سكر وهيبقى عنده كوليسترول. لكن اللي عايز اشير اليه دلوقتي الصيام اللي احنا قلناه من شويه هو على العكس تماما, الصيام بيحفز بعض
ناقلات الأعصاب اللي بتدعو للبهجة والسعادة. يعني الأبحاث كتيرة جدا بتقول الدوبامين والإندورفين بيزيدوا مع الجوع ومع الصيام. التحلل الذاتي للخلايا اللي من ضمنها خلايا الأعصاب بتتجدد مع الصيام، فالصيام بيخدم علينا. بس هو زي ما أشارت الدكتورة، هو اتحرم من أشياء معينة فابتدى يتوتر، ما بيكتئبش، بيبقى متوتر لحظيا، لكن الموضوع بيتحسن مع الوقت. ال- 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 الصيام في حد ذاته كمان، في ناس لما تجوع ما تعرفش تنام، وانت جعان مخك بيبقى يقظ. ده مش ده كل الناس بتهري؟ لا مش كل الناس يعني. انت لو جعان تعرف تنام؟ ممكن انام عادي يعني، انا لو شربت قهوه انام مش مشكله. لا دي حاجه تانية. فكلنا مختلفين، بس في بعض الاشخاص او الاغلبيه وهو جعان فعلا ما بيعرفش ينام، اليقظه بتزيد مع الجوع، واليقظه هنا بعنيها يقظه المخ. والمخ لما بيبقى يقظ ده بيحسن الاداء الذهني اصلا، بيخلي مودك حلو. الا لو كان في حاجه موتراك، دي حاجه تانية، ما هياش الجوع، حاجه مرضيه يعني، اه بالظبط، مش بيفكر في مشكله او حاجه وجعاه قوي. انما انت ما تاكل في الاخر يعني، دائما الاكل الصحي بينعكس بالايجاب على كل حاجه. ومعروف في اكلات معينه بتساهم في 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 زياده الطاقه الذهنيه او الطاقه البدنيه او حتى قدرتك على الاستيعاب. بس زي ما بنقول دايما الاكل ثقافه، يعني ما ينفعش طالب بيذاكر النهارده فاروح مديله وجبه فيها بيض وشويه مكسرات واقول له عشان دي فيها كوليسترول وفيها كولين وفيها اوميجا 3 هتذاكر وتطلع الاول. لا، ده ثقافه رونج ران، انا باكل ايه من الاول. ما ينفعش واحده تبقى حامل النهارده واجي اكلها في شهر واحد فاخلي الاوت كام بتاعها بيرفكت. لا، انت المفروض من قبل ما تبقي حامل بتاكلي ايه وبتعملي ايه عشان الاوت كام بتاعك يبقى كويس. لايف ستايل لايف ستايل. طيب اتفضل. لا بس انا يعني بمناسبه الاكل الصحي، في طبعا سؤال عكس الاكل الصحي اللي هي مثلا الوجبات السريعه الفاست فود. في دراسه بريطانيه بتقول انه في تاثير يعني لهذه الوجبات على الحاله النفسيه، وقالوا انه اللي بياكلوا يعني العينه اللي تمت عليها الدراسه دي اللي بياكلوا وجبات سريعه 3 مرات في الاسبوع لقوا عندهم بعض الاضطرابات العقليه او العصبيه. ما هو دي بقى نرجع في حته البيضه ولا الفرخ. يعني هو انا عشان عندي شويه اضطرابات عقليه بقيت باكل فاست فود اكتر ولا العكس؟ فاحنا يعني في ستاديز بتقول ده وفي ستاديز بتقول العكس. بس خلينا برضو نحط حاجه مهمه قوي في تفكيرنا، يعني من الناحيه الطبيه النفسيه، يعني انه من اساسيات ان حد يكون عايز يكون بيخس او عايز يبقى عايش في بلايف ستايل صحي انه يكون مبسوط في حياته. فانا لو عندي اصلا اعراض اكتئاب انا اصلا ما ببقاش عايزه ابقى عايش قوي، يعني ما ببقاش فارق معايا حاجه، ما عنديش رغبه في ان انا انجح في شغلي، ما عنديش رغبه ان انا ابقى سعيد مع مراتي، ما عنديش رغبه في حاجه. فاكيد ده هيبقى جزء منه اساسي، ان انا ما يبقاش عندي رغبه اني اعيش حياه صحيه في اكلي. فده جزء مهم لازم، وده اللي بيخلي ناس كتير ما بتنجحش في الدايت، انه بيطلع عندهم اكتئاب وهما ما يعرفوش، ما هما مش فارق معاهم. يعني نقعد نشجع فيهم ونحفز بس عندهم مرض نفسي مأثر على حته ان انا يبقى عندي رغبه اني اتحسن. ده جزء مهم. الجزء الثاني اللي مهم جدا برضو انه هي زي ما بنقول ثقافه كده، احنا متوترين، احنا مضغوطين في حياتنا، كل حاجه التيمبو بتاعها سريع قوي، فانا مش هروح ادخل المطبخ اوضب سلطه او اعمل حاجه هيلثي، لا انا هطلب من ماكدونالدز بسرعه هاكل في نص ساعه وخلاص. فده برضو بسبب الريتم السريع بتاع الحياه. كل ما الواحد بيكون حياته ريلاكست اكتر كل ما يقدر يمشي على لايف ستايل هيلثي اكتر. طيب هل في اكلات يا دكتور يعني بتحسن الحاله المزاجيه؟ يس. اولا باعتراف مصنعي الجانج فود والحاجات دي هم بيضيفوا فيها بعض الاضافات اللي ممكن تخليك ادكت. واي حاجه بتخليني ادكت هي بتاثر بالتبعيه على البرين. فبالتالي طبيعي ان هي تعمل لي مشاكل. على النقيض احنا بنقول كل ما هو صحي، كل ما هو صحي بي بي بيشتغل على كل عضو في جسمك بالإيجاب، وكل هو غير صحي بيشتغل على كل أعضائك بالسلب. فكرة الجوع والشبع وعلاقتها بالاكتئاب، معظم المكتئبين اللي بيتفشوا في الأكل اللي يقولك أنا باكل، هو غالبا تيجي تسأله أنت كنت جعان؟ يقولك أنا مش جعان، هو بيأكل هو مش جعان. إذن ده ليس جوع حقيقي أو شبع حقيقي. اللي بيتحكم في جوعي هو هرمون الجورين اللي بيطلع من خلال المعدة أثناء الجوع، اللي بيطلع ينادي على الهايبوثالامس
ويقول لها افتحي نفسي لغاية ما يأكل وتمتلئ المعدة، فالجيورين بيقل، يبتدي الواحد يشعر بالشبع. وعلى النقيض الليبتين هرمون اللي بيطلع من الخلية الدهنية اللي بيطلع برضو للهايبوثالاماس يقول لها عليلي حرقي أنا عندي دهون كتيرة. كنا شرحنا في إحدى المرات وقلنا الليبتين قطاع طرق بيوقفوا له ويبتدوا يقولوا له لا ما تحرقش، عشان كده التخين المفترض نظريا أنه ما يتخنش لأنه حرقه يبقى عالي، بس مش عارف يشغل الليبتين كما ينبغي. إنما لو إحنا هنتكلم على الأكل الصحي اللي ليه علاقة مباشرة بالذاكرة، هنقول الأوميجا 3 من الحاجات المهمة جدا، الأكل الدهني الصحي، لأن يعني السمنة البلدي صحية جدا وزيت الزيتون صحي جدا، بشرط ألا نسرف في تعاطي الشيء. يعني كلنا درسنا في العلوم أن كل خلية لها سيل ممبرين، وكل سيل ممبرين غشاء الخلية بيتكون من فوسفوليبيد بروتين بايلير، فيها جزء دهون. هذا الجزء الدهني إذا هو فعلا دهن جيد بيعمل بارير كويس على الخلية، والبارير ده يحافظ عليها، يسمح بدخول أشياء معينة ولا يسمح بدخول أو خروج أشياء أخرى. إذا الدهن كان مخشوش أو الدهن ما كانش مظبوط، فأصبح غشاء الخلية بيكون من دهن مش مظبوط، مش هيحرس الخلية كما ينبغي، فقد يسمح أحيانا بعدم دخول الإنسولين عشان يدخل يحرق السكر جوه، فبالتالي تلاقي شخص رفيع وجاله سكر. قد يسمح أحيانا بدخول الكالسيوم يعمل لي تكلسات ويعمل لي خشونة في المفاصل وأنا رفيع، لمجرد بس أن أنا عايش طول عمري باكل زيت مهدرج بس ثقافتي بس السعرات قليلة أو عشان ما فيهوش كوليسترول. وكلنا نعلم برضو أن كل هرمونات الذكورة وكل هرمونات الأنوثة في تصنيعها عايزة كوليسترول، كل الأنابوليك هرمونز كل غداتنا عايزة كوليسترول، فمفيش حاجة اسمها منع. أكلات زي البيض، اللبن ليه اللبن، أي حاجة يعني. الحليب لما بنتولد دايما احنا بنرضع لبن في الأول، مش أكل البقرة والخروف. لازم اللبن بيعمل سيجنالز، بيبعت سيجنال للجراث النمو. فعشان كده بيساعد على النمو، عشان كده مش مستحب حتى الناس اللي عندهم كانسر او اللي عندهم تضخم في البروستاتا ياخدوا حاجات فيها منتجات السيجنال الجراث دي هتفضل مستمره. وبعض برضو الناس او يقول لك لا اشرب لبن كتير عشان الكالسيوم، برضو معروف ان الكالسيوم الابزوربشن بتاعه ضعيف جدا من اللبن، يعني الامتصاص الكالسيوم من اللبن هو ضعيف، يمكن معلقه سمسم ولا كنا قلنا في مره الناس اللي ما بيحبوش الحاجات دي لو جابوا قشر بيضه بس واتطحنت الحلقه بتاعت قشر البيضه دي يعني كسرت الناس. في ناس اتصلوا بيا كتير ان الدكتور نصح الناس انهم يجيبوا قشر البيض ويطحنوه يتفرم مع على قشر بيضة واحدة يكفي احتياجك من الكالسيوم 10 ايام. دكتورة دينا بتضحك ليه يا دكتور؟ لا هبقولها انا ما اعرفش المعلومة فبقولها العيانين. في حوامل ما بيحبوش الالبان. طب انت وعندهم مشاكل مع حتى الاقراص، ان هم ياخدوا اقراص، بس هتلاقي دكاترة نسا كتير يقول للعيان خد بيض. ما هو بياض البيض ده بروتين وصفار البيض كوليسترول، فين الكالسيوم؟ الكالسيوم في القشرة. فعشان كده ناكلهم القشرة، كل بيضة بقشرتها. لا في بعض انواع الكيك لما بتشتريها بيبقى فيها بس هو بيتعمد الشيف انه يكسر القشر ويحطه زي ما هو وبتاكله وتلاقي طعمه احلى بكتير على فكرة من غير القشر. طيب هل صحيح زي ما بيقولوا ان المصريين من اكتر شعوب الارض اقبالا على الاكل في المناسبات الحزينة؟ ولا الدراسة دي يعني هي فيها مبالغة فيها شوية؟ مش مبالغة، هي ممكن يكون فيها خطأ في الستاتيستكس بتاعتهم. في ايه؟ انه برضو المصريين عامة عندهم مشاعر اكتر من البلاد الاخرى، فزعلهم مختلف وفرحهم مختلف، فاحنا ما نقدرش مثلا نقيم واحد الشعب بتاعنا وهو زعلان بياكل زي مثلا الناس في السويد بتاكل لما بتبقى زعلانه ولا لا، ان هم اصلا حدود زعلهم مختلف، يعني مش بيزعلوا، يعني متقبلين جدا فكره مثلا الموت، متقبلين فكره ان يبقى حد مش مع حد، بيتقبلوا الافكار دي. احنا الكالتشر بتاعتنا ثقافتنا ما بتقبلش ده، فده برضو بيبقى على حسب انا بتاقلم مع الضغط ازاي، مش الفكره انا باكل ولا ما باكلش. انا طبيعه شخصيتي ان انا لما ببقى مضغوطه او عندي بواجه كرب من الكروب العامه، انه زي مثلا وقت الكورونا مثلا الناس اللي قعدت في البيت كل الناس كانت بتشتكي انها زادت في الوزن. هي مش زادت في الوزن عشان قاعده في البيت، هي زادت في الوزن عشان هي مضغوطه، يعني هو كل الناس كانت قاعده مرعوبه في بيتها خايفه ان ايه اللي هيحصل بعد كده. فبقى فكره الاكل حاجه بتهديهم بتريحهم، نوع من انواع الكوبينج بتاعهم ان هم يتاقلموا مع الضغط. ممكن حد تاني مثلا يبقى التاقلم بتاعه انه يلعب رياضه، ف
ده هتلاقيه في شعوب اخرى، فبيبقى على حسب بس الثقافه، على حسب الثقافه هي دي اللي بتلعب دور. طيب واحنا بنتكلم على الاكل الشرب، القهوه ليه دايما يعني مرتبطه القهوه بمساله تحسين الحاله المزاجيه؟ يقول لك انا يعني متضايق اشرب قهوه، او يعني متعصب اشرب، يعني ليه؟ هي فيها جزئين، جزء تعود زي اللي بيشرب سيجاره خلاص هو بياخد الكافيين اللي متعود عليه، وجزء تاني علمي فعلا. الغنية جدا القهوة الطبيعية بفيتامين بي، وفيتامين بي من الحاجات اللي بتحسن المود جدا، فيتامين بي من الحاجات اللي بتساهم بنسبة كبيرة. تعرف المخ بيستهلك بعض الأحماض الأمينية، وعشان يستهلكها وياخد انرجي منها بيحتاج فيتامين بي 6، وبالتالي حتى عشان المخ يقوم بدوره هو عايز فيتامين بي. فالقهوة جزء منها عادة بتعود ياخد جرعة معينة من الكافيين، وجزء التاني فعليا انت بتاخد جرعة مكثفة من فيتامين بي اللي بتحسن المزاج وبتحسن المود وتدعو للراحة. ومش كل الناس، انا قلت لك من شوية انا لو شربت القهوة بدخل انام عادي، ليس بالضرورة ان القهوة في بعض الاشخاص تبقى منبهة جدا. واعتقد ان التنبيه بيوصل لدرجة ان الشخص ده الثري شولد بتاعه ممكن يبقى قليل، او ان هو ما بيفكرش فيها كمنبه، لان في جزء برضو نفسي وانت بتتعاطى الحاجة زي اللي بياخد قرص ده وعارف انه هيخففه ومتأكد بلاسيبو هيخف. في بعض الناس بيشربوا القهوة وعارف ان هو انا هشرب عشان اذاكر فيسهر. بس هو في يعني في المخ مثبطات بيبقى وريسبتورز بيبقى ليها علاقه بالقهوه وبالسجاير يعني، والدليل على كده انك لما بتوقف قهوه مره واحده بيجي لك اعراض انسحاب يعني غير المضايقه، اعراض انسحاب جسديه حتى، يعني تلاقي نفسك مش ممكن يبقى في رعشه بسيطه، ممكن يبقى في حاجه في معدتك، يعني بيحصل شويه اعراض انسحاب. فجزء كبير قوي منه نفسي، وفي جزء برده جسدي على حسب. ممكن حد ما يبقاش بيحب خالص القهوه، ما يحطهاش في بقه ومش بتعجبه ومش بتبسطه، فهو برضو بيبقى استعداد المخ للحاجة اللي بياخدها. مرات نبقى قاعدين وتلاقي واحد مثلا بيجيله زغطة هو، فممكن عادي بيسألني أخد إيه، هو قاعد جنبي أقول له خد نفس وطلعه على 3 مرات، أي كلام في أي كلام، ياخد نفس وطلعه زغطة تروح نفسيا. يس فهو ساعات بيبقى بص كده يا دكتور، انت كده سمعه الاطباء لا خالص لا بجد، واكيد الصوره جربتها نبقى بالايحاء، يعني علاج بالايحاء. ففي قناعه معينه كلنا جدودنا يقول لك انا اروح عند الدكتور فلان عشان رجلي بتوجعني، تقعدي تقنعها 100 مره ان ده بتاع بطنه، تقول لك لا انا بحب، تروح وتاخد بومبه راحه نفسيه مهمه طبعا وبتفيل فيه يعني الدنيا كويس. طيب احنا عندنا سؤال على السوشيال ميديا، علاقتك بالاكل عامله ازاي؟ نشوف الاجابات او بعضها. الاجابه معروفه طبعا. يارا النجار بتقول احلى علاقه في الدنيا. محمد خالد بيقول اللي موجود في البيت باكله بس المهم ان اكل. محمد عطيه بيقول علاقتي بالاكل علاقه حب حقيقي. ضياء بيقول نفس علاقه حسين الجسمي لما قال لقيت الطبطبه. طيب مصطفى الجزار بيقول بتربطنا علاقه حب عميقه بس للاسف لازم تنتهي قريب عشان اخس. هيروح للدكتور عماد ده طبعا كوميكس للفنان عادل امام. كمان طيب يعني معظم اللي يعني الإجابات كانت لطيفة ودمها خفيف، وهي فعلا ممكن تعكس علاقة المصريين بالأكل، ثقافة زي ما قالت الدكتورة. يعني حتى في العزاء وإحنا بنتكلم شوية، هي جت منين القصة دي؟ زمان أو في بعض القرى لغاية دلوقتي لما حد بيتوفى بتلاقي الناس ممكن ياخدوا الجيران يعملوا أكل يودوه باعتبار إن الميت مش فاضيين يعملوا أكل. مع التقدم بقى الأهل الميت نفسهم يعملوا أكل بزيادة عشان في ضيوف جاية لهم عشان عيب فبقت خلاص ده بيتذبح عجول دلوقتي. أيوة. في كأنه فرح بالظبط. أيوة. عشان الأكل والشرب. عيد الكحك أو عيد الفطر بقى اسمه عيد الكحك، عيد شم النسيم بقى اسمه عيد الفسيخ، عيد الأضحى بقى اسمه عيد اللحمة. فسح الولاد يلا أخرجكوا عشان أكلكوا، اسمع الكلام عشان أجيب لك وجبة. ثقافة المصري حتى لما يروحوا يزوروا المقابر عندنا في الأرياف بياخد أكل ويوزع أكل ويوزع على الناس. تروح تزور ماما ولا تزور أكل هتاكل إيه؟ فهي هي ثقافة الشعب المصري
الكرم، احنا شعب كريم. لما حد بيحب يكرم حد بيطبخ له يعني. وليس صنف واحد، لا ده 20 وعيب كمان بعيدا عن الكرم بقى. ايه ده السفره الافراح، يقول لك انت هتعمل في انهي فندق والبوفيه عامل ازاي، ولو رايح تزور حد مثلا لازم تاخد معاك يعني مثلا شوكولاته. ثقافه لازم تتغير، مش ورد والحاجات دي، لا عيب تاخد ورد. طيب اقرب طريق لقلب جوزك معدته، ده طبعا من الامثله الشهيره. وايضا اطعم الفم تستحي العين برضو. الثقافه الى اي حد، هذه الامثال الشعبيه والثقافه الشعبيه برضو بتعكس علاقة المصريين بالأكل. يعني أنا هحاول أتكلم من الناحية الطبية أكتر. يعني هي الفكرة أن ساعات كتير ممكن حد يجي لي مثلا في العيادة بيشتكي من مراته أو من جوزه أنه هو مش مرتاح معه، يبقى من ضمن الشكوى ما بتطبخليش خالص على فكرة، ما بتأكلنيش، أو هو مش بيصرف على البيت في الأكل. هو الحقيقة دي الحاجة الملموسة اللي بتبقى ينفع الواحد يقولها عشان الثقافة بتاعتنا ان الاكل حاجة مهمة، بس الاكيد ان ورا الحاجة الملموسة دي بيبقى فيه عدم يعني اتفاق ما بينهم، بس مش ممكن تكون هي مش عارفة تشرحه او هو مش عارف يشرحه. انا قصدي ان احنا بنستخدم الاكل كدليل لعدم الاهتمام علشان نقدر نوصل اللي قدامنا ان الشخص ده مش مهتم بيا، او كدليل الاهتمام ان انا بدل ما انا بعمل الاكل ده يبقى انا بحبك ومهتمه بيه. الموضوع ليه علاقه برضو جامده قوي بالثقافه بتاعتنا، جدتنا لما بيحبونا بياكلونا، لكن مش بيقولوا لنا مثلا خسوا علشان صحتكم، لا بياكلونا علشان هو ده الصحه، ان انت تبقى مبسوطه وانت بتاكلي. فدي الثقافه دي بتتوارث من جيل للتاني بس بطرق مختلفه. هل الحاله المزاجيه بتساعد الانسان انه يكمل الدايت او لا؟ طبعا. يس. واكتر حاجه بتخلي مزاجه حلو قوي انه يشوف ريزلت بدون مجهود. يعني لما ده ممكن دكتور يس ممكن. يعني لما تخسسه من غير ما ترهقه في الرياضه او تحرمه، منتهى السعاده بيكمل. والكيلو اللي بيجيب كيلو. يعني اذا جاب كيلو بدون تعب بدون ارهاق بيجيب كيلو. والاهم من ده كله بقى انه يقتنع بالدكتور بتاعه، انه هو اذا الدكتور فكره انك تاخد ورقه تمشي عليها ده غالبا هيفشل، لانه احنا قلنا هما في طريقتين لانقاص الوزن، اما انك تقلل الانبوت اللي بيدخل جسمك تحت اي مسمى، او تعلمه ازاي يحرق ويزود الاوتبوت بتاعه. الناس ياكل بشكل عادي بس يحرق. يس تحرق زي الجمع الرفيعين كده بيحرقوا. فكره انك تعمله دايت كلاسيكي وتخسسه شهر اتنين هيزهق، هيرجع لطبيعته الاولانيه هيتخن تاني. ودايما اللي بيعيد الكره بتبقى صعبه جدا. يعني اللي بيجي يعمل دايت للمره الثانيه اصعب من الاولى كثيرا، وبيمل بسرعه. الحلو كمان انك تعمل له دايت غير مكلف، يعني لا مكلف ماديا ولا مكلف حتى مجهود. يعني لما تيجي تقول لمدام كلي من اكل بيتك، ده افضل كثيرا ما تعمل اكل مخصوص ليها واكل مخصوص لاولادها ومجهود. فلازم كمان يكون فعلا ينفع لايف ستايل. الحاجة المهمة جدا في النظام الغذائي انه يعتمد على عدم المنع. اي نظام غذائي في منع مطلق ده انا من وجهة نظري انا الشخصية هيفشل، لان مفيش حد هينفع طول عمره يمنع منع مطلق. انا ممكن امنع الطريقة منع مطلق، يعني اقول لك ما تاكلش جبنة حادقة، انا مش اقول لك ما تاكلش جبن. ممكن اقول لك ما تاكلش خيار مخلي، لان انا مش هينفع اقول لك الغي الخيار. ففكرة منع الطريقة اتس اوكي، لان ليها مشاكل وكلنا مش شبه بعض. يعني ممكن اتنين في اسرة واحدة واحد ياخد حاجة والتاني ياخد حاجة، وممكن اتنين نفس الحاجة واحد يخس اكتر من التاني طبقا للاستعداد. كلنا حتى لما بيجينا اللوز ممكن واحد ياخد قرص انتيبيوتيك يبتدي يخف، التاني يخلص العلبة ويعيد الكرة. استعدادك قابليتك للقصة اهم من ده كله بقى خالص، انه يفهم بقى انت واخد الاكلة دي ليه، معمول لك النظام ده تحديدا ليه. طب هتعمل ده هتمشي ليه على الفطار كده وعلى الغدا كده، ليه مطلوب منك تشرب ميه، ليه مطلوب منك تاكل دهون، ليه؟ اذا فهم واستوعب ليه البيبسي ممنوع والمشروبات الغازيه ممنوع بدون ذكر اسماء، ليه الاكل الجانج والاكل المعلب ما بنحبهوش، ليه الحاجات المغلفه حتى لو كانت لو كالوري حتى لو كانت زيرو كالوري. وبالمناسبه هنا بعض الناس بيختلط عليهم الامر فكره اصل ده مكتوب عليه دايت واصله مكتوب عليه لايت. فبالمناسبة دي هنقول جملة، لو ست بيت شاطرة بتعمل صينيتين كيك، واحدة حطت فيها كيلو سكر والتانية حطت فيها كيلو سكر إلا معلقة،
لايت مفيش فرق يحق ليها قانونا لو هي بتنتج في مصنع ان تسمي ده لايت. لايت مقارنه بالتاني اللي طالع من نفس المصنع. مش لايت يعني زيرو. الناس فكرة لايت يعني مفهوش. فالناس بتفهم الكلام غلط. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لهم، هما بياكلوا برضو بيختاروا الاكل، اي منتج بتشتريه نسبه الدهون اللي مكتوبه فيه او السعرات مكتوبه على السيرفنج سايز مش على العبوه. يعني لو انا جبت باكو بسكوت في 10 وحدات، لما يقول لي في 10 سعر، ده بير 1 بالوحده مش في الباكت. اضرب الكام سعر او 20 مثلا في ال 10. عايزين نتكلم عنها في حلقه كده من الحلقات. عايز اضيف حاجه صغيره بس بسرعه يا دكتور، المنع عشان دي بس حاجه بالنسبه لنا احنا مهمه قوي. مشكلة ان ساعات كتير بيبقى البني ادم او الشخص ده زاد جدا في الوزن وراح لدكتور دايت ومنع عنه حاجه معينه وابتدى يخس. لو الشخص ده عنده استعداد لاي اعراض وسواسيه بيبتدي يفكر ان الحاجه اللي اتمنع منها دي هي السبب في تخنه. فالموضوع ممكن جدا يقلب بمرض نفسي خطير اسمه أنوركسيا نيرفوز. ناس كتير قوي من الأنوركسيا دولت بيبتدوا ان هم كانوا تخان ومشوا على حاجه منعوا عنهم حاجات معينه والمرض طلع على الحاجات دي فقلب بمرض اكل. مرض نفسي شره يعني. لا العكس، الانوركسيا. الانوركسيا اللي هو اللي هم بيخسوا اللي هم زي المودلز بيخسوا قوي بيبقوا عضم بيأذوا نفسهم ومش عارفين يوقفوا. وللاسف هو مش شايف نفسه مش شايف. انا للاسف يعني الموضوع حلو قوي لكن الوقت انتهى. انا بشكركم شكرا جزيلا وجميل ان احنا يعني تعرضنا لهذا الموضوع الاكل والحاله المزاجيه مع الدكتورة دينا والدكتور عماد. وإن شاء الله يعني عندما تسمح الظروف هنختار مواضيع يعني مشابهة ونجتمع مع الضيفين العزيزين. بشكركم شكرا جزيلا. دكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية، دكتورة دينا نعوم استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا. كده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام. نشوفكم بكرة إن شاء الله. تصبحوا على خير.